الهروب من مدينة القتلى. كان في راجل اسود وقع في حب بنت بيضة، من 5 شهور بالظبط العلاقة الجنسية بينهم اتطورت. اشتبهت الشرطة في صاحبها بس جمالها هيحل الموقف. بس الاولاد كانوا قلقانين شوية لان صاحبته مختلفة شوية، اسلفوا اجداده كلهم زنوج، قعدت تزن عليه وتدعيه عشان يشوف ابوها وامها. كان قلقان شوية وسألها هل ابوها وامها يعرفوا ان اسود؟ اطمن، هم مش هيبقوا عنصريين ضدك، انا مشيت دلوقتي ورايح للمكان الصح. الفيلم ده فيلم تشويقي وإثارة لعام 2017، الهروب من المدينة القاتلة. تكلفة الفيلم ده 4.5 مليون دولار، إيرادات الفيلم 250 مليون دولار، سوقت لفترة طويلة جدا. وأخيرا الرجل الأسود جه لبلد فقيرة ونائية، هو ده بيت صاحبته، أبوها وأمها حضنوه بحرارة وقدموا له تحية الحارة ووعدوا بالرعاية وجابوه. وبسرعة الرجل اكتشف إن في شخصين سود في البيت كلهم غريبين جدا أو مجهولين الهوية أو مش بيضحكوا. الابن كان متحمس جدا لأبوين، بيحبوا يراقبوا الراجل ويشوفوه بهدوء، وسألوه لو كان بيدخن. انا سمعت ان الراجل بيدخن لان امي خلته ينام مغناطيسيا، ولما كان نايم مغناطيسيا خطط انه يخرج ويشرب سيجارة، والرعب بدا. الراجل الاسود جه وجرى ناحيته بزاوية دائرية وكان سريع جدا، وبعدين جرى بسرعة في منعطف. الراجل كان خايف قوي لدرجة انه رجع لأوضة المعيشة واتخبط في ام صاحبته، ودعت الراجل انها تقعد تدردش معاه، مش مستاهله تنويم مغناطيسي. قال ان التنويم المغناطيسي اننا نستخدم التركيز عشان نوصل للناس الاقتراحات افضل. الراجل ما فهمش الكلام، وبسرعه الست سالته عن اكتر الذكريات الما في قلبها، وفي نفس الوقت بتطلب منه ان يستمر في التاليف في المعلقه الحديديه في الكوبايه. الصوت ده كان بيحرك طبلة ودنها مرارا وتكرارا، وفي الواقع بدأ انه يجاوب على اسئلتها بكل طاعة، بدأ يتكلم عن كل الاسرار المخيفة في قلبه وراسه. بدأ الولد في العياط، وبدأت الام تاخد الثقة في تنويمها المغناطيسي، بس تعابير وش المرأة فيها لا مبالاة، لا تبالي بألمه واوجاعه، واستمر في الكلام عن نفسه بتفاصيل اكتر. وفجأة حركات الولد كانت هي نفس حركاته لما كان طفل، وحس انه فقد وعيه، وحس انه وقع في دوامة ملهاش بداية ولا نهاية. في ثقب اسود ظهرت صورة قدام عينيها بتبعد اكتر واكتر، وفجأة قام وعرف انه حلم. في اليوم التاني كان في حفلة كلها ناس بيضة اللون، هو كان محروق شوية. ركع للأوضة ولقى ان كابل الشحن بتاع الفون مفصول، راح يتكلم معها بس ما كانش متوقع ان المرأة هتسمح له يتكلم معها، دي حاجة مخيفة جدا. انا عمري ما شفت ابتسامة غريبة كده بتتحول بسهولة قوي لدموع بالدرجة دي. ولما كانت بتحاول تكتم عيطها حست ان الرجل الاسود استضعفها. بعد ما البنت السودة مشيت قال ان ده جنان، لكنه ما كانش يعرف انه مجرد راجل مجنون عايش في مدينة القتال. نزل للطابق اللي تحت الحفلة كلها ناس بيضة البشر، محدش اتنمر عليه لانه اسود، على العكس من كده فالناس البيض هنا متحمسين عشانه. الناس كلها جت عشان تتكلم معاه، الناس كلها مدحته عشان شكله المتناسق وعدلاته القوية، سلم عليهم جامد وما كانش عايز يسيبه. جرت المرأة عشان تلمس ايده وسألت صديقته هل هو افضل؟ الناس كلها عرفته، الراجل ما كانش مرتاح، لقوا واحد اسود وسط الحشود الابيض وزعب للكلام معاه بسعادة. الشخص التاني كان مجنون وبيتكلم بنفس لهجة البيض وليس السود، وفجأة مراته جت، باين كده انها اكبر منه ب20 سنة، وفي الوقت تاني قاموا بدعوة المواطن ده للحفلة مرة تانية. وطى جسمه للناس، بس دي مش اغرب حاجة، بعد ما طلع القائد للدور الثاني وقف الجميع الضيوف الموجودين بشكل ثابت وبصوا بهدوء لتحركاته. وسرعان ما نزل القائد للدور الارضي وقابل بصديقه الاسود مرة تانية وحاول انه يلقط صور في السر، محدش كان عارف ان فلاش الكاميرا شغال. وقف الراجل الاسود وابتسامته راحت وقال له اسف يا صاحبي، قال له اطلع برا، اتعصب جدا من الالم. وبعد كده كان عنده طريقة انه يثبت ان الراجل ده مصاب بالصرع وان فلاش الفون بتاعك اغضب كل السود اللي كانوا في الحفلة. ورجعوا الاسلوب المحترم والانيق في البداية. طلع السيد عشان يشوف وقال بتأكيد انها مش صاحبته، بس للأسف حس ابو البنت ورجل عجوز ابيض تاني وان المزاد كان صامت، وتم بيع الرجل الاسود في المزاد العلني. بعد ما رجعت الاوضة بعت الصورة اللي صورتها لصاحبي، صاحبي اتصل على الفور واتضح ان الرجل ده مغني جاز كان ساكن جنبهم، بس هو اختفى من 6 شهور، محدش يعرف مين الشخص ده وليه ظهر في المدينة دي. وضيف على كده اصبحت كل سلوكياتهم وتصرفاتهم مثل البيض، بس توصلوا لنفس الفكرة في الاخر وسرعوا بالفرار. بس صاحبته ما تقدرش تؤمر بالمغادرة حالا، ما قدروش على النوع ده من مفاتيح العربية، كان صدوقه قريب من الباب المفتوح، حس ان في حاجة غلط، فتح الصندوق الاحمر اللي لقاه وطلع صورة لحياة صاحبته، فضل يقلب في الصور لحد ما لقى صورة حبيبته القديمة فاتصدم.
شاف صور حبيبته القديمة. حبيبها هو كمان واحد اسود، هو في شخص اسود عايش في تايانجين. اصحابها الثالث والرابع والخامس كلهم سود، لازم واحد فيهم يكون هو القائد. الاسود ده هو البستاني في عيلتهم، والشخص الثامن مرعب اكتر، ودي الخدامة في البيت. هما ليه كلهم مجتهدين للدرجة دي؟ ممكن انه يقفل الباب بسرعة؟ صاحبك مستنيك بالفعل، ما عندهوش اي مشكلة، بس هو واقف بره وشايل سلاح. عشان كده امها طلعت، والقائد كان متوتر بطريقة مش مفهومة، هيبدأ يدور على مفاتيح العربية، والتلاتة التانيين بدأوا يقربوا منها ببطء عشان ياخدوا صاحبته، بس مش عارفين يلاقوها. بس الراجل ما قدرش يساعده انه يركب، بدأ فعلا يحس بكده، وبدأ القائد يحس ان صاحبته مش لاقية مفاتيح العربية. بالتأكيد المفتاح مش هيدي لك كل حاجة. الناس في القطر ده بيحسوا بالرضا بالتنويم المغناطيسي عن الاستيقاظ والشعور، عشان كده اتقيدت في الوقت المظبوط. وفجأة ظهر على التلفزيون مقاطع صوتية مخيفة قوي، ظهر راجل ابيض عجوز بشعر محلوق، عرف القائد بكل المؤامرة الاصلية اللي كانت معمولة ضده. ليه بيبدلوا جثث الناس السود؟ وليه بينيموهم؟ وبيعملوا عمليات جراحية بياخدوا ادمغة الناس السود وبيحطوها على دماغ الناس البيضة، بيسمح للناس البيضة اللي هتموت انهم يفضلوا على قيد الحياة لما يحطوهم في الاجسام السودة الاكثر قوة، وما نقدرش نسيب إلا حاجة قليلة من وعي الإنسان وراهم، وده سبب تعرض الناس ليه قبل كده. القائد هنا، ولما لقى المكان على الترابيزة اللي خدشته ظهرت إشارة التنويم مرة تانية على التلفزيون. قال القائد والزعيم الشاب المرأة الحامل على الناحية التانية إنه تم قطع جمجمة الرجل العجوز، وما كانش قدام القائد إلا إنه يدفعه. أنا مش محتاج إني أسمع الإشارة المنومة، واندفع عشان ينتقم من الناس دي، وراح لوالد الزوج عشان الرجل اللي راكب موتوسيكل بيحاول قتل حماته، والقائد الذكر بيقود حياتك للهلاك. لما حاول الرجل الأسود التأثير عليه خبطوا الرمل اللي ما يدراش إنه ياخدها معاه للعربية، وطلعت حبيبته اللي سمعت صوت مسدس وقالت حاجة. اتضح إن الممثلة السودة اللي شغالة في المنزل جدته. ظهرت أعراض الصرع مرة أخرى، لكن صاحبته والناس السود اللي وراهم قدروا يلحقوا بيهم واخدوا الدرع الواقي لجده، وخنقها الراجل السياسي، وبسرعة بدأ يعمل بس على الهاتف المحمول، وعشان فلاش التليفون رجع يشتغل تاني، فإن الروح السودة بصت على روح بنتها السابقة. اعمليها لو تقدري، اتقتلت بالمسدس، وفي النهاية قدر انه يقتل صاحبته. جت عربية الشرطة وانتهت القصة، بس الشرطة ما وقفتش ابدا بجانب السود، وما صدقوش ان القائد الاسود بتاعهم على وشك انه يرعى ايده ويستسلم ويرضى بمصيره، بس ما توقعش ان صاحبه يخرج من عربية الشرطة، وبالطريقة دي قدرنا نبعد ونهرب عن بلد بائسة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.